عادي، كان مليح، كان جيد، كان بيان بلس بلس بلس، يعني كان جيد حتى رايحة جيد جدا. رح أقول لك ليش كان جيد وشو الشغلة الوحيدة يلي كانت ناقصة. بأول أغنية كتير غنيت حلو، أوكي طبعا كصوت وكغنى، والأتيتود تبعك يعني كمغنية شفنا شخصية، شفنا مطربة. أوكي. رجعنا هاي بالدراما كتير حلو، كتير كتير مضحك ومبكي بنفس الوقت، يعني أخذت أنت الميلو دراما يعني إلى أقصى الدراما من ما خلق إفي كوميك يعني هالأوفر. وبعدين اللي حبيته أنا أنك حتى بهالشقفة كان في نوع من غنى يا دنيا، كمان عبرت بالدراما، عبرت بالغنى. أنا عبرت. أنت ما قلت لك؟ أنت كان كتير منيح، أنت أحسن واحد كان إيفالك تريبيان. أحسن إيفال. الأخبار كتير حلو، خاصة المراسل يعني كتير حبيت، ومحضرين أصوات الضرب والقصف كتير لذيذة يعني الفكرة. الغنى جيد جدا، الكرتون كتير مهضوم، خاصة انك استعملت جينيريك للكرتون يعني اغنية وشفنا ماجد اخر الكرتون والحلقة بقى شفتها يعني مهضومة كتير. بالاخبار كمان قصة نبرة الصوت اللي استعملتها لمذيع الاخبار كانت كتير حلوة، والطريقة كيف قلتها. فيلم الهند كتير مهضوم مع الموسيقى والأوفر، والغنى الثاني كمان جيد جدا، كان أكثر أزبط إيفال، كان أحلى إيفال. رح أعطيكم كمان شوي على نسق التمرين اللي عملناه هذيك الجمعة، يعني مع أنه كنت حابة أرجع عيد المشاهد ولكن يعني ما كان عندنا الفرصة أن نرجع نعيدهم. هلأ اليوم بدنا نعطي نص ثاني، وهالمرة رح يكون نكزة أصعب، مش النص ابدا تمثيليا، ولكن الاحتمالات يلي رح نشوف كيف حددينا اكثر، يعني رح وسع اكثر الاحتمالات بالاحساس، لانه قبل كنتوا كلكم عنقانين، كلكم عندكم بورطه صح. الورطه اختلفت هالمره، نشوف انه هيدا النص حتى بالاحاسيس حتى بالسيتياسيون ممكن تتلون. المشهد عبارة عن شخصين، الشخص الأول يدخل، نحن ما حددنا مكان ولا أي شيء، بيقولوا شفتك، سوري في ناقص شفتك، تاني بيقولوا شو شفتك، كيف خبيته فرجيني، خبيته يعني في شخص خبى شيء ما بنعرف، أو خبيته ممكن خبيتها او خبيته ما بنعرف شو، فرجيني، ما خبيت شيء، شو بدي فرجيك، عم اقول لك شفتك، وبعدين واضح كيف ملبك او واضح كيف ملبكه اذا بنت. الشخص يقترب منه ويكشف، بيكتشف، بيشوف شو يلي خبى. معقول؟ معقول عم بتخبي علي هيك شغلة؟ بعدنا نحن ما بنعرف شو هي الشغلة، هالشغلة ممكن تكون خبرية عم بخبي علي، ما عم خبي، فهمت غلط، شو بدي افهم؟ ما واضح أكتر من هيك، وضوح ما في. انفعال، هالانفعال ما بنعرف شو ممكن يكون، ممكن يكون خناق، ممكن يكون فرح. إذا بتفكروا شوي مش يعني إذا خبى يعني ضروري تكون الخبرية بشعة، ممكن تكون خبرية حلوة، ممكن يلي عم بخبي يكون عم بخبي شيء، عم بخبي خبرية، عم بخبي خبرية بتليفون، عم بخبي خبرية بورقة، عم بخبي شخص تاني ما بنعرف. نسيم شو هاي؟ شفتك شو؟
شفتك كيف خبيتها؟ فرجيني. روحي المشهد لما تعطي ظهرك للجمهور. ميرسي هلا نرجع هلا بس ما ننسى مش انه مخبى على بلشنا نحن بباز ما ننسى يعني اوكي المسرح هو اكيوميلاسيون يعني يعني اذا شغله عملنا لها ملاحظه بالاول ما فينا نعملها اه قدام هذا ضايق بديل نسيم شو شفتك شو شفتك كيف خبيتها فرجيني ما خبيت شيء شو بدي فرجي نسيم فرجيني عم اقول لك شفتك بعدين لكفك ملبك ملبك معقول معقول عم تخبي علي هيك شغله ما عم خبي بس انت فهمت غلط شو بدي افهم لك يا نسيم ما واضح اكثر من هيك وضوح ما في عرفت اوكي روح شوي خليني افسر لك اصلا ما كان في صراحة بقيت موضوع يعني الشخص بده يتحضر نفسيا ليفسر شكرا مني بحاجة لتفسير وبعتبر انه حق وصلني وبيك عارف بالخبرية طب اخلص اصحابك الزهران يفيدوك مروان مروان استنى شوي اوكي تاو فكرة لذيذة خليني بس اشوف ملاحظة لانه هو المشهد صغير يعني نصه قليل اوكي مش نصه مش كبير شو الملاحظات ما فيش لا انا اتحكيت شوي يعني الانفعال مع التمثيل في الجزء ده اعتقد كان محتاج ان هو من اي ناحيه بليز من ناحيتك انت بجد يعني صح بدي اقول لك شغله اذا عم تدخن وفيت انا بس العلاقه ما تحو بيك خي اخوه خي انا باباك عارف اوكي اذا انت عم تدخن وما بدك حدا يعرف وبفوت خيك وهيك اول شغله لازم نحس انك عم بتجرب تفتح شب الدخان يروح الدخان يروح بعدين مثلا شو بيمنع انه اكثر من هيك وضوح ما في يعني شو بيمنع نستخدم عناصر هالشغله عناصر التدخين يعني سيجارة بس سيجارة شو يعني؟ يعني ريحة اوكي؟ شو هالريحة؟ يعني ممكن سيجارة ممكن يكون باكي ممكن يكون مش بس لقيت معه سيجارة في قديحة في أكتر روز على هالبغزة شيخ يا هاي الأشياء ما بعرف بخوف شوف السيجارة أصلا بعدين بدنا نحس أنت خيو الكبير يعني بدنا نحسه هو خايف تحت السن او خايف ما شفنا هيدي العلاقه ممكن نسمع دعسه قبل يعني سوري ضل متنبه هو صح واو كيوت في لذه في انه اجى حدا ما اجى حدا في ما في حدا ارتاح انبسط كبسه حلوه ساسلي هيدا الملح والبهار عندنا بنسميه بالتمثيل 3 2 1 توب نسيم شفتك شو؟ شفتك كيف كبيتها؟ شو كنت عم تعمل؟ مروان يا قلبي بعدين ما نروح شفتك كيف كبيتها لأن إحنا شفناها كأنه هو كبها يعني طب يعني اللي عم بتزيده على النص ما بي يعني شفت اللي أنت بتعمله ما بيأسكي يعني ما عم بيزيد شيء شفتك كيف خبيتها مروان مش خبيت شفتك بس ما في شو في حق محل شفتك كيف خب إنه شفتك كيف خبيتها انت شفتك كيف خبيتها فرجيني انت كيف كبيتها اوكي 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 ما في مشكله بس بدي اقول لك شغله مروان نحن هلا عم نلتزم بالنص يعني عم نجرب قد ما فينا نلتزم ضلنا بقلب الموضوع يلا كبيتها سافا سبو علي لانه هو كبى بدل خبيتها اوكي يلا بس ظهرك خلص اوكي اوكي يلا نسيم شو
شفتك. شو؟ شفتك كيف كبيتها؟ شو بتعطى هون؟ كبيت شي. عم بقول لك شفتك، لك كيفك ملبك، شو الريحة هيدي؟ ريحة دخان؟ شممني ايدك. شو عم تدخن؟ ظهرك ظهرك عم ظهرك ومش بس ظهرك. وليش قلت ما كب ليش كبيتها؟ لا انا كنت عم بضحك. ما ضروري دخان، ما ضروري عم بتدخن دخان، ما ضروري. سيجارك روز عم تعمينا اياهم بالمالقة، ما نحن منار انه كب السيجارة. رجع فيني اطلب منك شغلة، ما وقت تجي هيك كنا منيح خلص طلع هيك دغري هيك. اوكي شو البلكونة اللي انت طلعتي منها؟ شفتك شفتك ملا خي شفتك كيف كبيتها؟ شو بدك تفسر؟ لا تفسر اوضح من هيك ما في. ماذا ما قلت له؟ لا معقول معقول عم تخبي. ايه اوكي انه وات ايفر شو الجملة؟ ايه. معقول؟ يعني ابسط بسيطة بسيطة. معقول معقول بدك تخبي علي هيك شيء؟ اوكي؟ يلا تعمل حاجة كده. يلا نسيم شفتك. شو شفتك؟ شفتك كيف كبيتها؟ شو شفتني كيف كبيتها؟ ما كبيت شي. عم قلك شفتك. شمني رح انه معقول نسيم؟ معقول تخبي علي هيك شغلة؟ ما عم خبي شي، انت فهمت غلط. نسيم شو بدي افهم؟ كايس يلا يلا شو بدي افهم؟ اوضح من هيك ما في. اختنقنا عبى البيت. دو ان توب. نسيم شفتك. شو شفتك؟ شفتك كيف كبيتها؟ شو كبيت ما كبيت شي؟ ما عن ليك ما كان نبلش منيح المشهد عنجد. انا انت مش ايوه ما هو مش زي هو فايت في الدور صح. هو فايت في الدور صح وانت فت صح. بس شفته نسيم بالاول شو منيح شو مبسوط فات فيها الدور. نسيم شو شفتك؟ شفتك كيف كبيتها؟ شو شفتك كيف كبيتها؟ ما كبيت شي. عم قلك شفتك وبعدين واضح لك كيفك ملبك. قلك ما كبيت شي. اعطيني ايدك اشوف. اعطيني ايدك اشوف. اعطيني ايدك. انك مجوي انت واصحابك. معقول عم تخبي علي هيك شي ولا شو نسيم؟ معقول عم تخبي علي هيك شغله؟ ما عم تخبي بس انت فهمت غلط. استنى شوي لفستك. غلط في شي غلط في شي عم يحصل غلط. شو بدك؟ شي مش واضح يعني؟ اوضح من هيك؟ اوضح من هيك؟ اوضح من هيك؟ ما بعرف في اوضح من هيك. يا خيي عرفني شو شو؟ اوكي طب روق 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 شوي روق شوي روق شوي. بدي كان بدي افسر لك بس انه الشخص لازم يتحضر نفسيا لفسر ما بتعرف هيك شيء. ليك ما بقى بدي وقت تفسير، ما مني بحاجة لتفسير وبعتبر انه وصل لحقي. بعتبر انه وصل لحقي وبيك عارف. ايدك 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 حلو حلو مضبوط. بس ملاحظه ملاحظه صغيره، كلام نسيم كان كثير صغير وواطي. ما اكيد رح يكون واطي هون مشان ما بابا يسمع برد. يا قلبي ما بتفهم، احنا عايزين نسمع زين واطي عشان بابا ما يسمع. بس في جمهور بده يسمع. بابا مش موجود اساسا بس جمهور دافع مصاريته وموجود. رح يكون في مايك. ما في مايك بالمسرح. نطلع. قال لك انه مدام منيح. ايه كامل المشهد احسن من قبل. اوكي 4 3 2 1 توب. الحمد لله على السلامة. شفتك على فكرة. ايه شفتي؟ بقول لك شفتك. شفت ايه في ايه؟ وريه اللي انت مخبيه. مخبي ايه؟ استني بس استني. معقول؟
عم بتخبي علي حاجه زي كده؟ استني انت انا مش مخبي حاجه عليكي. انت فهمتي غلط على فكره. والله افهم ايه غلط اكتر من كده؟ وضوح افهم ايه تاني؟ خليني بس افصل لك ثواني. يعني انا طب ما انت دخلتي فجاه ما كنتش عارف اوضح لك حاجه. طب روقي شويه خليني افسر لك كل حاجه. والله هفسر لك. شكرا قوي قوي قوي. انا مش محتاجه التفسير اكتر من كده، واعتبر ان حقي وصلني. هايدي حلو جيد. بس ملاحظه في كركبه بالنسبه لل كلام ادوار. لا مش الادوار. اوكي في كركبه بالنسبه للحركه. يعني في كركبه بالنسبه ل حلو. كيف قلتي له شفتك ولقطتي وجيتي، بس لما لقطتيها لإلها ضعتي هون بالحركه، يعني ضعتي. هي لوجيكمون رح امشي معك باللي عملتي. يعني لازم هلا شو بنعمل؟ بنحدد نوعا ما الحركه. اشتغلوا كيف كنتوا. شفتك شفتي ايه؟ شفتك كيف خبيته؟ ما لا مش مخبي حاجه. بلا شو اكبي تاني 100%. معقوله؟ معقوله تخبي علي هيك شغلي؟ انا ما مخبيتش حاجه. اوكي ما بقول لك شفتك بعدين واضح. بعدين واضح كيف ملبك. بعدين كيف واضح كيف ملبك؟ معقوله ايه هون في بعدين واضح كيف ملبك. كيف ملبك واضح كيف ملبك. يعني على ملبك بحفظ، على ملبك باخذ الهيدي. اوكي انت انا بقول ما لا ما انا مش مخبي حاجه. انت غلط. ايه معقول؟ معقول فاكره ليه الشغله؟ انا مش مخبي. فهمتي غلط. هي هتقول بقى انا اقول ما انا مش مخبي حاجه. ما تقول فهمت غلط. شو بدي افهم؟ ما واضح اكثر من هيك وضوح؟ ليش يعني خليكي بالنص اكثر من هيك وضوح؟ انت رؤى فصلي اكثر من هيك وضوح؟ رؤى فصلي وجيتي قعدتي هون انفعلتي منيح، بس انت شو عملتي؟ عملتي يعني ضغطي بالاسباس. لا اوكي من هون اكثر من هيك وضوح؟ رؤى شوي رؤي شوي هلا رح افسر لك. انا كنت عايزه اقول لك بس ما فيش فرصه. لا انت لا اكثر من هيك وضوح. رحتي قعدتي هون اوكي رؤي شوي خليني افسر لك. هو بيكمل هي تقول رؤي شوي انا اقول لها انا كنت ما كانش ينفع ان انا صرحك بسهوله. ايه شكرا ما في حاجه للتفسير. وصلني حقي اوكي. بس الكركبه بالحركه بس ايه. وبعدين نحدد انا نحن كيف بنحفظ بالمسرح. يعني كيف انا شو اللي بيساعدني احفظ لما ادخل هنا؟ شفتك شو شفتك كيف خبيته؟ فرجيني. بعدين واضح كيف ملبك. تلحق بعضها الخبريه. ايه يعني على كلمه ملبك لازم كون اخذت بشد منه الحاجة. ايه عم اقول لك شفتك واضح كيف ملبك. يعني بحفظ انه على هالجمله عم بعمل هالحركه. هيدا اللي بيساعدنا نحفظ. اوكي يلا دو ا يا حبيبي توب. الحمد لله على السلامه. شفتك ايه؟ بقول لك شفتك وريني اللي انت مخبيه. شفت انا مش مخبي حاجه. وريني اللي انت مخبيه. مش مخبي بعدين واضح ازاي مرتبط. استني معقول انت فهمتي غلط؟ معقول مخبي عليا حاجه زي دي؟ انا مش مخبي حاجه يا هايدي. افهمي اكتر من كده. ايه ما انت سبقت الجمله. لازم كان لازم اخر جملتك. يلا قولي لا معقول مخبي علي شغلك مثل هيك؟ معقول مخبي علي حاجه زي دي؟ انا مش مخبي حاجه يا هايدي. انت فاهمه غلط الفكره على فكره. والله فاهمه غلط. شو بدي افهم؟ لا افهمي اكتر من كده. ما كل حاجه واضحه. طب اوكي ما هي لازم تروح هناك. هايدي كثير منيح. كل حاجه واضحه. انفعلي يعني هون واضحه. انفعلي وروح اقعدي زي ما قعدتي. طب نعيدها لاول ثاني عشان ندخل في المود مع بعض. يلا بعدين بنشيل الاوراق. طب الحمد لله. شفتك شفتي ايه؟ شفتك وريني انت مخبي ايه. بس في ايه مخبي ايه؟ مش مخبي عنك حاجه على فكره. في ايه؟ بقول
لك شفتك وقال لي وضح ازاي مرتبك وريني. معقول مخبي عليا حاجه زي دي؟ انتي انا مش مخبي حاجه يا هايدي. انتي فاهمه غلط، انا هفسر لك كل حاجه. فاهمه افهم ايه اكتر من كده؟ ما كل حاجه واضحه، كل حاجه واضحه. طب روقي شويه، روقي شويه. ما كانش سهل، ما كانش سهل لك كل حاجه والله. روقي ما كانش سهل ان انا اعرفك حاجه زي كده يا هايدي. روقي شويه. شكرا قوي 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 قوي، واعتبر ان حقي وصلني. طب هايدي اوعى. شوفوا اللي صار احلى. فشقت مونيكا. لا وقت اللي وقعت هي كملت صح. هلا انا هي كملت صح. اذا بدي ارجع اعمله مش هتيجي كده. لا مش مستحيل. بعمل قصد انه وقع الكبايه لتشوفها فجأة لان طلعت كثير ناتشورال كيف وقعت الكبايه وشفتها فجأة. يعني احلى الكبايه هي. ايه لتشوفوا انه على ريبيتيسيون اوقات بيصير معنا اشياء بنستخدمها وبنتركها. حلو كثير حلو كثير. يلا زعف بلا صدفه. خلينا سيلام 5 4 3 2 1 طب اوكي بقى. هاي شفتك. شفتي ايه؟ بقول لك شفتك. وريني انا شفته اصلا. شفته. شفتي ايه؟ انت وشكلك مرتبك. الله 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 الله. ايوه يخرب عقلك. اوكي بس روقي خلص. بكره بدك تعمل مثله بس كان بدي تفسير يعني هيك بدي تحضير نفسي لاقول لك يعني. يا ابني يا ابني دي حاجه مستنيه انك تقعد تفسر وتقول عايز اعمل هو. حلو عزيزي يا عايز زيه. بكره حلو فظيع. مش لاقي كلمه اللي بعدها. حلو عجبك؟ حلو كثير. حلو كثير. حلو عجبك؟ الله.